قد نحاول تعديل في صناعة هذه المادة. أهمها كانت مسابقة تحدي القراءة، التعرف على الوجوه، وكنت أفكر كيف نطبق هذا الشيء عندنا في السعودية. في شيء مميز ممكن يأهلني أني أبدأ هذا المجال فشجعتني أني أشارك. هي الرئة التي تتنفس بها الكرة الأرضية، فعندما تحدث حرائق في هذه الغابات تحدث مشكلة كبيرة جداً. جيت بسوي البحث فتناقشنا مع الدكتور إيش أفضل شيء يمكن يواكب المدينة اللي أنا فيها. فإحنا لما نستكشف هذه الحشود كأننا استكشفنا نصف الكوكب. علماء المستقبل تشاهدونه يومياً في 3 عصراً ويعاد يومياً في 8:45 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة على قناة إقرأ.